بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من على مسؤوليتي، لقاء يتجدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا كالمعتاد. مرحبا بكم. العالم كله، السودان كله، الدنيا كلها قائمة وقاعدة في موضوع عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. منذ أن تقلد هذا الرجل هذا المنصب، ويعني الجدل لم ينتهي والصراع لم ينتهي، وكل يوم الأمور بتتطور. لكن الشيء الغريب والعجيب والمستغرب إن عمر القراي كما هو قاعد في مكانه، مستمر في منصبه، مستمر في استفزازه للناس، مستمر في فعل ما يريد، لا حسيب لا رغيب لا رادع. الدنيا كلها قامت وقعدت، جهات حكومية، جهات رسمية، جهات اعتبارية، أحزاب سياسية، شخصيات، قياديين، كل الذين رفضوا حملات شعبية، تعبئة شعبية، رفض شعبي عام. ولكن عمر القراي في موقعه، في مقعده، قاعد ومتوهط، وكل يوم بيزيد استفزازه للناس، كل يوم بيزيد في لغة التحدي للناس. من خلف القراي حد الآن ما معروف. كل ما تسأل، كل ما تحاول تستفسر عن ما هو السر الباتع خلف هذا الرجل، لا تستطيع أن تفهم ما الذي يجري، من الذي خلف عمر القراي. إذا 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 أكبر الأحزاب الموجودة في الحكومة رافضاو، إذا مجمع الفقه رافضه، إذا هيئة علماء السودان رافضاو، إذا المجمع الصوفي رافض، إذا هيئة الدعاء والأئمة رافضة، إذا مستشار مجلس السيادة، مستشار رئيس مجلس السيادة الطاهر أبو هاجة بيطلع وبيعبر، وهو بالتأكيد بيعبر عن رئيس مجلس السيادة، وبيرفض وجود القراي، وبيقول إنه ده مكان ما 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 بيحتاج إنه يكون فيه شخص مثير للجدل، ومع ذلك يستمر القراي، بل ويخرج للناس في مؤتمرات صحفية ويتحدى يعني ويتجاوز ويصر على ما هو عليه. لجنة المؤلفين في بخت الرضا، الأساتذة التربويين، كل الناس يرفضون هذا الرجل، ولكن القريب جدا إنه هذا الرجل موجود. يمكن دي بتخلي الناس يتساءلوا ما هو السر خلف هذا الرجل الخارق. حقيقة يعني هذا الرجل خارق، الرجل ده ما طبيعي. رجل يعني مدير المركز القومي للمناهج، ده منصب عادي، هو منصب حساس، لكن هو منصب عادي في النهاية، منصب بعينك رئيس الوزراء، بعينك وزير التربية والتعليم، وبيشيلوك في لحظة. احنا عمرنا كله قاعدين ما قاعد نعرف من هو مدير المركز القومي للمناهج، لأنه ده منصب مرتبط بشغل مهني محدد، بيجي فوضى، عبارة عن موظف، يعني ما رجل لا سياسي، لا رجل صاحب فكر، ولا رجل يفترض أن يقدم نفسه ويطرح نفسه في طرح مختلف أو طرح خاص به. هو رجل أكاديمي، رجل يفترض أنه مؤهل في منصب من المناصب الكثيرة المالية الدنيا. لكن عمر القراي مختلف، دي تأكد أنه فعلا الموضوع ده ما بسيط، والموضوع ده يعني ما بالصدفة، دي مؤامرة كبيرة. رئيس الوزراء ما قادر يغيل القراي. حزب الأمة أكبر الأحزاب المسيطرة والعند حضور في قوى الحرية التغيير، والإمام الصادق المهدي رحمه الله يعني، كانوا واقفين ضد هذا الرجل. حزب الأمة حتى اليوم ما قادرين، كل المؤسسات اللي أنا ذكرتها دي ضد الرجل، برضو ما بزول قادر. رئيس الوزراء ساكت، وزير التربية والتعليم طبعا هو شيوعي، برضو ساكت. يبقى فعلا يعني المسألة دي مسألة بتبعث بالأسئلة الكثيرة، إنه ما هو السر خلف القراي. في حاجة كبيرة جدا، الحاجة دي نفس المؤامرة على السودان، واللي هي بتستهدف من ضمن الحاجات المستهدفة المناهج، التعليم، الأجيال. فبالتالي وجود عمر القراي ده من الواضح جدا إنه خلفه جهات كبيرة جدا ما مخلية جهة داخلية تستطيع إنها تتخذ قرار. إذا رئيس مجلس السيادة بيطلع خلفي المتحدث الإعلامي بتاعه وبيعبر، بحاول هو بيبرئ نفسه للسودانيين، بيبرئ ساحته إنه أنا ده موقفي، لكن ما قادر أعمل حاجة. رئيس الوزراء ساكت، البقية ساكتين، ناس حزب الأمة ساكتين،
وزير الإرشاد والأوقاف، هو بينتقد وكده وساكت. إذا من خلف هذا الرجل؟ يعني ده حقيقة غلب الرجال من هذا الرجل. ممكن المشاهد الكبيرة جدا وال 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 اللي بدأت إنه يعني المساجد كلها، المساجد، الأئمة، الدعاة، رجال الدين، كل الناس بيرفضوا هذا الرجل وبينتقدوا هذا الرجل، لدرجة إنه يعني هذا الرجل غلب الناس. يمكن شفنا المشهد المؤثر جدا للشيخ محمد الأمين إسماعيل، الدكتور محمد الأمين إسماعيل، وهو نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي، ودي مفترض إنها مؤسسة ذات صلة بالدولة، ذات صلة بمؤسسات الدولة. هي مجمع الفقه الإسلامي جزء من مؤسسات الدولة اللي بعينهم رئيس الوزراء، جزء منهم وزير الإرشاد والأوقاف، يعني مؤسسة الدولة. الرجل ده في هذا الموقع، وهو رجل قريب وقريب لمؤسسة الحكم، باعتبار إنه هو في ناس اليوم بحاول يشككوا فيه وفي ثورته وفي مواقفه وفي كده. محمد الأمين إسماعيل أنتم مواقف معروفة، يعني هو قريب من المؤسسات الحاكمة، يعني الناس وزارة الإرشاد والأوقاف، المؤسسات الدينية الموجودة دي، ورجل ما عليه خلاف يعني ولا عليه جدل أصلا. الناس الآن بيحاولوا بعد ما فعله يوم الجمعة، وهو يعني هو بيعرض ما فعله لقرايب المناهج وبيبكي، وبيبكي معه المصلين في المسجد، منظر بتاع غلب، يعني غلب، يعني الرجل غلب، يعني انه هو بيعرض في هذه الحاجه وما قادر يعمل شيء، والدوله كلها ما قادره تعمل شيء، ورجل واحد ببهدل الدنيا دي كلها. يعني القرية ده قاعد له سنه وحاجه في موقعه ده، وقف السودان ده على رجل واحده. الناس كلها بس مركزه مع الزول الخارق اللي قاعد موجود ده، برغم كل الحاجات الحاصله دي، وما في زول قادر يقول له يا اخي تلت التلاته كم، لدرجه انه ابكى شيوخ الدين. يعني الزول ده جرس الناس عديل بشيء بيعمل فوق، لانه هو ماشي في خطته وماضي في اتجاهه وما في اي استجابه، والناس بترفض وتنتقد وبتحاول وبتجتهد. في النهايه يعني ابكى الرجال، يعني هذا الرجل يعني بهذه الافاعيل. خلينا نشاهد الشيخ الدكتور محمد الامين اسماعيل وهو بيعرض في مفعله القراي في الذات الالهيه وفي الدين وفي مناهج الطلاب، وكيف يعني كانت رده الفعل من المصلين في المسجد، وكيف كانت ردة الفعل من الناس في الشارع حتى على التعبير العفوي العبر عنه الدكتور محمد الأمين إسماعيل. نشاهد ثم نعود. 45 وكتب لوحة خلق آدم لمايكل أنجلو وعرضها في المؤتمر الصحفي، وكالة السونة، الوكالة الرسمية للأنباء السودان، الوكالة القومية تستضيف من يدافع عن الكفر والإلحاد ويبرر لتصوير الذات الإلهية. الله 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 لا إله إلا الله. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط،
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، لا إله إلا الله. جاء بالصورة صفحة 40 وكرر الصورة صفحة 44 وسماه لوحة خلق آدم لمايكل أنجلو. ده الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، وهو من على المنبر، منبر مسجده، بيصل للمرحلة دي من الغلب يعني، ومن من الزعل ومن القضب ومن الشيء اللي بيحصل يعني. يمكن دي حالة عفوية هستيرية من الوضع والواقع اللي بيعيشه الناس يعني. وشفنا ردة الفعل من المصلين معه يعني. شوف القراي ده بكى الناس، بكى الناس عديل كده، بكى الناس يعني، وبرضه مستمر وبرضه مصر وبيتبجح وحفتح بلاغات واشتكي يعني. انا افتكر انه الموضوع ده واضح يعني، الامور دي هي واضحه ما شاء الله. الغريبه في الموضوع والاغرب جدا انه القراي يعني لم يعني يخرب او يخرب فقط للناس المسلمين، بل تعدى ذلك حتى في شكل المناهج العام حتى للمسيحيين يعني. وانا وطالع هذا الخبر الحقيقه بوري انه قدر شنو يعني القراي يعني يسيء، وقدر شنو القراي بيحاول يعني بدون خبره، حتى مش انه هو عنده موقف فكري او عقدي يعني شاذ او مخالف، بل هو اصلا رجل غير مؤهل يعني يبدو. ودي ممكن دي تظهر بصوره واضحه جدا في خبر بتاع مجلس الكنائس السوداني. يعني مجلس الكنائس السوداني رفض المنهج الجديد للتربيه المسيحيه برضه يعني. بينا المسلمين قايمين وقاعدين، بيجاي برضو المسيحيين قايمين وقاعدين، ده كله يسوي القراي. طيب مجلس الكنائس السوداني يرفض المنهج الجديد للتربية المسيحية. قرر مجلس الكنائس السوداني العمل بالمنهج القديم في تدريس التربية المسيحية وتجميد المنهج الجديد الذي قدمه المركز القومي لمناهج البحث التربوي. وقال الرئيس السابق لمجلس الكنائس في السودان مبارك حماد أن منهج التربية المسيحية الجديد تم تجميده، وذلك على خلفية رفضه من قبل المجلس، وذلك لعدم تناسبه مع جميع الطوائف المسيحية في البلاد. يعني هو ذاته قسم الطوائف المسيحية في البلاد. وأوضح حماد في حديثه لصوت الهامش إن المنهج الجديد الذي قدمه المركز القومي يميل لصالح طائفة واحدة دون الأخرى، الأمر الذي جعل المجلس يرفضه ويجمده. وكان من المأمول أن تكون لجنة، أن تكون لجنة، لجنة تضم خبراء تربويين مسيحيين سودانيين لإعداد منهج جديد، غير أن اللجنة لم تتكون حتى الآن. وأضاف أن مجلس الكنائس قرر العمل بالمنهج القديم إلى حين إعداد منهج جديد وإجازته والعمل به العام القادم. وأضاف أن المسيحيين لم يتفقوا على أعضاء اللجنة حتى يتم تشكيلها. يعني الموضوع مشى أبعد من الـ من الـ من الفكر بتاعه اللي هو ضد الفكر السوي وضد الإسلام، إلى إنه حتى المسيحيين يعني هبشهم ولخبط لهم أمورهم. ده موقف من مجلس الكنائس لما يخص التربية المسيحية. يبقى القراي هو يعوس الآن في الأرض فساد وخراب وتدمير، وما في زول بيقول له يعني. الآن المنهج كله مختلف عليه مرفوض، وفي الغالب لن يدرس به، بالتالي شوف الخسائر اللي هتكون تترتب على الامور دي وعلى الحاجة الماشية دي. يمكن من المواقف، من اغلب المواقف اللي بقت يعني تتفاعل مع الامر، كل الناس متفقين على ما يفعله هذا الرجل وانهم ضده يعني. لكن في تغريدة غريبة كده من مني الكومناوي رئيس الحركة العضو في الجبهة السورية، وهو بيتحدث عن الحملة، قال إن الحملة ضد القراي لا تنطلق من دوافع لحفظ للحفاظ على الدين، وهي حملة سياسية بامتياز. ممكن ده رد يعني رد لردة فعل الشيخ دكتور محمد الأمين إسماعيل وعلى الآخرين يعني. ومناوي دخل كده في الخط وعلق التعليق الحقيقة أن ما مفهوم ده يعني. أنا ما أعرف إنه مناوي فهم الموضوع كيف، ولا بيفهمه كيف، ولا عايز يفهمه كيف، ولا هو تقديره شنو. ما هو كان يقدم رؤية يعني، أنت
كشخص يعني عندك رؤية قدمها، قدم رؤيتك في 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 إنه هل الحملة دي فعلا حملة سياسية ولا حملة ضد الدين، أنت عندك موقف ولا أنت ذاتك ما فهم الحاصل شنو. هذا لأنه التعليق ده مجتزأ ومقتطع وتعليق يعني ما عنده قيمة، يعني ما عنده قيمة، وإلا إلا إذا كان بس من باب التواجد السياسي، أنت عايز تكون متواجد سياسيا، يعني أنت الآن بتصنع في أحداث يوميا الناس قاعد يشيدوا بها أو أو، وأنت الآن عايز تصنع حدث سياسي باعتبارك إنك أنت تتكلم في أي حاجة، لكن يبدو إنك أنت بتتكلم في حاجة ما فاهمها، لأنه ما قدمت رؤية، ما قدمت موقف، خاصة وإنك أنت قبل أيام بسيطة بتتكلم عن إنه مسألة فصل الدين عن الدولة والعلمانية وغيره، وإنت بتجلس مع الشيوعيين وغيرهم، فبالتالي بيبقى أنت دي محاولة للظهور السياسي أو التواجد السياسي، وبالتالي هي ما عندها ليست ذات قيمة يعني. لكن أفتكر إنه الإجماع الكبير والإجماع المتفق عليه إنه هو كله ضد هذا الرجل، ضد ما يفعله القراي، والناس كلها مصطفى ضد هذا الرجل، ولكن خلفه قوة كبيرة جدا حتى الآن، بسبب ذلك هو حتى الآن موجود على منصبه. لكن الأيام الجديدة، الأيام الجاية في الفترة القادمة دي هي حبلة بالكثير مؤكد يعني. فاصل قصير ونواصل. مرحبا بكم من جديد. الملاحظ للتغيرات والمواقف السياسية والمواقف بين المعارضة والحكومة، لما انت تكون بالذات في أحزابنا السياسية يعني في السياسيين بشكل عام، لما انت تكون معارض بيكون مواقفك كيف، وبتكون نظرتك للحاجات كيف، وبتكون مثالي قدر شنو، ولما انت تكون حاكم او في الحكم بتكون عامل كيف وموقفك كيف. يمكن دي بتتمثل تماما في موقف يعني موقف الحكومة الحالية اللي هي كانت معارضة قبل سقوط النظام. يعني بتشوف انه الناس كانوا بيتكلموا بهذه اللغة وبهذه اللهجة، وبقفوا في أي موقف، المواقف الأخلاقية، مواقف ضد القلاء، ضد ارتفاع الأسعار، ضد رفع الدعم، ضد كل الحاجات بمواقف انت بتشعر انك ان حقيقة والحكم السابق كان استمر لفترة طويلة، كنا كل ما نسمع بشيء من المعارض الناس بيظن انه ده موقف أخلاقي وموقف ثابت وموقف حقيقي. لكن بتفاجأ وتتفاجأ لما 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 يجوا المعارضين ديل ويصلوا للحكم وتتغير الحاجات وينهار الوضع وتزيد الأعباء وتزيد المعاناة، والناس تحسبها لا مستمرة في حاجاتها. يمكن الموقف ده واضح تماما، والمعارضة زمان كان بترفض زيادة الوقود 5% أو 3%، يعني مثلا جالهم كان ب 13 زادوا وبقوا ب 17 جنيه أو 18 على ما أذكر يعني في 2015 ولا كده. المعارضة قامت وما قعدت وتعبي في الشارع وترفض، ودي تجويع ودي إفقار ودي إزلال ودي حرامية ودي سرقة. لكن تتفاجأ لما ينجوا الناس ديل ويعملوا الزيادات الرهيبة دي ويعمل المواقف دي ويلبسوا الكرافتات والبدل والجلاليب والعمم ويبقوا هم مسؤولين ووزراء ومستوزرين وبيصارعوا في الوزارات وفي المناصب، وبزيدوا للناس الوقود 600% وكأنه ما حصلت حاجة. يمكن انت لما تيجي تقيس المواقف دي يعني بتعرف فعلا النفاق السياسي، وبتعرف الاستهبال السياسي، وبتعرف المصطلح بتاع السواقة بالخلا، انه الناس كيف ان سوقوك بالخلا في اللحظة بتاعت التعبية، انه هم عبوك وسوقوك بالخلا ويعملوا بيك الدارينه بعد ذاك يفكوك. انا لاحظت الموقفين وهي مواقف متكررة ومتشابهة مع اخرين، لكن الموقفين ديل مع خالد سيلك، خالد عمر خالد سيلك، وهو الأمين العام للمؤتمر الشعبي المؤتمر السوداني، وهو أحد قيادات غير الحرية والتغيير ومعارض ويتحدث دائما عن مواقف وإنه منحاز للجماهير ومنحاز للشعب السوداني وكده. في فيديو له 2017 كان حصل زيادة في الأسعار أو رفع بسيط كده عن الدعم في الوقود، أظن جالهم 3.5 جنيه يعني على ما أذكر. فخالد سيلك طلع في خطبة عصماء بعد الصلاة من الجوامع وبيخطب في الناس وبها هاجم وبيرفض الزيادات، بيتكلم عن الفقر وعن الجوع وعن التجويع. الآن خالد سيلك ده أحد قيادات الحكومة الحالية، وهو الآن بيتأهب وبيرتب في البدل والكرافتات ليكون وزير في الحكومة اللي هتشكل في الأيام الجاية. ده نشوف موقف لخالد سيلك وهو بيناقض نفسه ومواقفه كثيرة،
نشوف موقف للوزير القادم، المعارض السابق، المناضل السابق، المبدأ السابق السابق، نشوفه قال شنو في فيديو في 2017، ثم نعود لنعلق عليه. الناس 27 سنة بمصوا في دم الناس، دي من أول مرة يزيدوا الجاز والبنزين عشان يقولوا دي مشكلة اقتصادية. الزيادة دي ما بتجي كل يوم السوق جديد، كل يوم هم بيرفعوا الأسعار، بيرفعوا الأسعار ليه؟ لأنه حرامية، بيرفعوا الأسعار لأنه البلد دي فيها حروب عاملينها هم، بيرفعوا الأسعار لأنه عندهم جهاز أمن، عنده عربات وعنده سلاح وعنده غيره دايرين يسلحوا، ما بيرفعوا الأسعار عشان دايرين يجيبوا لك شبه إنت، ما بيرفعوا الأسعار عشان تلقى لك حقنة بالمجان، ما بيرفعوا الأسعار عشان تتعلم بالمجان، ما بيرفعوا الأسعار عشان أنت تعيش حياة كريمة، ما بيرفعوا عشان كده، يدفعوها عشان يجيبوها جديدة وعشان ما يدفعوها. وهم أغلية، هم أغلية، بس الجامعة ده صلوا فيه كفكوز الجامعة ده، في واحد هسه بيجعبين يا بيت يقول لنا مطار وطني ولا تقول لنا كوز. هم أغلية، أغلية بتاعت حرامية، أغلية بتاعت حرامية. الأغلية دي لازم نوقفها للحدة، لازم نوقفها للحدة، بنوقفها للحدة لما نجيب كلنا سوا، بنوقفها للحدة لما نقول لا 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 للظلم، لا للغلاء، لا للفساد، لا للسرقة، لا لا. لما ترفع صوتك وتقول لا ونجيب كلنا مع بعض، ما بيقدروا علينا، ما بيقدروا علينا، ما بيقدروا علينا، لانه هم اغليه بسيط. اغليه بسيطه من الليله، من الليله دي الزيادات دي ما بيفرضوها علينا غصبا عننا. نجيب ضدها في احيانا، نجيب ضدها الزول في جامعته، نجيب ضدها الزول في مدرسته، نجيب ضدها الزول في بيته. ما حنضغط عليهم ولا حنحللهم ولا حنطاطي راسنا لحدنهم. راسنا ده يا إما نعيش عزيزين أو نموت عزيزين، والموت بعيشنا أو دخل السلك في 2017 أمام مسجد بعد صلاة الجمعة بيخطب في الناس، وحقيقة كلام مدهش وكلام رائع وكلام يعني محمس وكلام بحفزك في انك انت يعني تشعر فعلا انك انت مغبون ومقهور ومظلوم. لكن لما تجي للواقع الفعلي وتشوف تجربة الناس ديل وممارستهم بتستغرب. شوف الرجل اللي بيتحدث كيف بيتحدث، بيقول لهم يا اخي احنا 27 سنة بمصوا في دم الناس، والزيادة دي ما بتجيف لو نحن سكتنا، وبيرفعوا الأسعار لأنهم حرامية وعندهم جهاز أمن وعندهم حرب عاملينها هم، ودارين التسليح ودارين الترتيب ودارين العربات ودارين الوقود، عشان كده هم بيرفعوا الأسعار. هم بيرفعوا الأسعار عشان يقدموا شنو؟ عشان يقدموا خدمة لزول، وهم أغلية كويس، أغلية بتاعت حرامية، ولازم نوقفها في حدها ونقف ضدها، لأنه نحن واقفين ضد هذا الأمر، ونحن ضد الفساد وضد السرقة، وما حنقبل الزيادة وحنقف ضدها وحنعارضها. ده مدخل على السلك في 2017 وهو بيرفض زيادة حق جنيه أو جنيهين على الـ الـ على الـ على الوقود يعني، وهو بيعبي الناس وبيتكلم. والآن خالد السليك له عامين موجود في تحالف حاكم من قيادات التحالف الحاكم، وهو الآن بيتأهب ليكون وزير مرشح وزير في الحكومة اللي حتشكل بعد أيام، وشايف الوضع ده كله ما حصل، طلع للناس برا ولا قال، يتكلم عن غلاء وعن جوع وعن فقر، وكل الأوضاع دي انحدرت بنسبة 1000% مما كان يتحدث خالد السلك في ذلك الوقت. ده الواقع كده، ودي السياسيين بتاعيننا كده، ودي السياسي لما يكون معارض ولما يجي يبقى حاكم. دي الانتهازية ودي الأنانية وده الكذب وده النفاق اللي شنو اللي بيصدر وبيقدم للشعب السوداني من سياسينه. ده الوضع كده. نشاهد فيديو آخر لخالد السلك، وهو الكلام ده أيام الاعتصام وأيام بعد سقوط النظام، وبيتكلم بلغة يعني رومانسية ولغة وردية في إنه نحن ماشيين نقدم خدمات وحتتقدم خدمات ومستعجلين وكده. الوقت داك مقارنة بوقت كان بيتكلم خالد السلك، ومقارنة باليوم اللي هو خالد السلك الآن بيرفع في البدلة وخاش لمجلس الوزراء. دي المقارنة. نشوف الفيديو بتاع خالد السلك ونرجع. اي يوم نحن بنتاخر فيه الناس بتجوع، اي يوم نحن بنتاخر فيه البلد دي ماشيه لهاويه، اي يوم نحن بنتاخر فيه الناس دي بتتعب زياده. نحن الثوره دي ما جات عشان تزيد رهق الناس،
ما جات عشان تزيد رهق الناس، ما جات عشان تزيد رهق الناس. الثورة دي جات عشان تشيل العبء من كاهل الناس. الثورة دي جات عشان أي زول يلقى رغيف. الثورة دي جات عشان أي زول يلقى كهرباء. الثورة دي جات عشان أي زول يلقى مواصلات. الثورة دي جات عشان حياة الناس تتحسن، مش عشان نقضيها في لعب فارغ بتاع سياسة ما عنده قيمة، ما عنده قيمة. الاجتماعات وما بعرف شنو، ونمرق من مكيف ونخش في مكيف وغيره، ده على حساب زمن الشعب السوداني، ده على حساب زمن الشعب السوداني، ده لازم يقف الآن. ده مشهد آخر من مشاهد خالد سلك، القيادة خالد سلك، الكوميديان خالد سلك، الممثل خالد سلك. المهم يعني ده هو دي أيام السواقة بالخلع وأيام الاعتصام وأيام بيتكلموا في الناس وبيخدعوا في الناس وبيغشوا في الناس، والدنيا إنها حتتغير والحياة حتتغير ونحن ماشيين للأفضل والناس كلها تفائلت، لكن تفاجأت. بيقول شنو؟ إنه أي يوم بنتأخر فوق ونحن بنجوع. والثورة دي قال ما جات عشان ترهق الناس، الثورة دي جات عشان تشيل العبء من الناس، وجات عشان أي زول يلقى رغيف ويلقى كهرباء ويلقى مواصلات، عشان وجات عشان 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 تنصف الناس. ما عايزين اجتماعات، وما حنخش من غرفة لغرفة، وما حنطلع من مكيف لمكيف، حنمشي نشتغل ونجتهد عشان ينعم الناس بحياة ويزعد الناس. ده كلام خالد سلك بيتين لما هو كان في الاعتصام وهو بيتكلم بالوضع ده. نشوف من الوضع الوقت كان بيتكلم فيه خالد سلك، والدولار كان بستين جنيه، والرغيف كان فيه والوقود كان فيه برغم الأزمات. الزيادة اللي حدثوها ناس خالد سلك ومجموعة خالد سلك الفقه والحرية والتغيير حتى الآن في الشعب السوداني، وهم لسه بيصروا إنه يكذبوا على الناس وإنه يخدعوا الناس وإنه يغشوا على الناس وإنه يركبوا في السلطة على ظهر الناس. الزيادة اللي حدثوها أصلا ما حصلت في التاريخ ولا في حياة الناس. الزيادة بحسب الإحصائيات الرسمية إنه زيادة من تلك الفترة حتى اللحظة، يعني في بالنسبة للكهرباء 600% زيادة، 600% لا 100% لا 200% لا 300%. نحن كنا زمان بنرفض زيادة بتاع 10%، بنعتبرها إنها قاتلة. الآن هم بزيدوا 500 و600% زيادة، دي زادوها الآن، ودي أرقام موجودة. يعني ما ده ما كلام ساي، ما كلام ما ما ده ما ده ما يعني تجني على الناس ولا ظلم على الناس ولا معاداة للناس، دي حقائق، دي أرقام. خالد سلك لما كان بيتكلم وبينبح في الناس كان الوضع كيف، والليلة الوضع كيف، وهم بيركبوا ظهر الناس للسلطة. زيادة في الكهرباء 500%، زيادة في أسعار الخبز 300%، زيادة أسعار الجازولين بنسبة 460%. دي أرقام كلها الناس ممكن ترجع عليها، والتاريخ فيه والإحصائيات فيه، والناس ترجع تراجع يعني عشان نشوف الكلام ده كذب ولا حقيقي. زيادة في الجازولين 460%، زيادة في الخبز 300%، زيادة في الوقود 500 وحاجة%، زيادة في سعر البنزين 428%، والغاز بنسبة 250%، والدولار دولار الدواء من 55 ل 120، يعني زيادة أكثر تفوق 100% ل 120%. ده شنو غير الزيادات اللي بتنعكس على حياة الناس في الخدمات وفي في المواضيع الثانية وفي الحياة الثانية. يبقى أنا بقدم الآن نموذج، بس نموذج بسيط ومختصر على 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 النماذج بتاعت السياسيين بتاعيننا. يعني أنا خالد سلك ده معقول يكون ما بيخجل؟ يعني مثلا ممكن الزول ده بكرة يطلع في ندوة أو منتدى أو لقاء جماهير ويتكلم عن الناس وعن قضايا الناس وعن مشاكل الناس وعن حياة الناس، وبيتكلم إنه الثورة دي جات عشان تريح الناس وتوفر لهم الدقيق وتوفر لهم الخبز وتوفر لهم الجازولين وتوفر لهم الكهرباء. الكهرباء البيئة زادت 600%، ولا الخبز اللي بقت بعشر جنيه، ولا المواصلات المافي، ولا جات لشنو؟ يعني هسه لو مرق هو، لو مرق محمد ضياء الدين بتاع البحث بتاع المواصلات، الرفع المواصلات من 5 جنيه بص الوالي بص الحكومي الى 50 جنيه، اذا ده المرق الان، انا يعني انا والله اشك انه ممكن يكون عندهم جرأه او وقاحه بتخليهم يمرقوا للناس ويتكلموا عن حياه الناس او معاش الناس، لانه الوضع اللي عملوه ده وضع ما طبيعي. ده نموذج لفشل القحاته، لفشل قوى الحريه والتغيير، لفشل المجموعه الفاشله دي من الشيوعيين والبعثيين والناصريين وناس المؤتمر السوداني وبقايا بقايا حزب الامه معاهم والموجود معاهم في لجنه التمكين وفي غيره، اللي هم اذاقوا الشعب السوداني المرارات دي والالم ده والتعاسه دي، وهم قاعدين
بدون خجل. انا ما عارف انهم هم وش كيف بيقدر تاني ينتقدوا زول ولا يوجهوا الانتقاد لزول ولا لهم لزول. يعني التجربة عملها في سنتين دي ما عملت في تاريخ السودان. والسودان ده لو خلوه بدون حكم، لو خلوه كده كيري بس، ما ممكن اصلا يصل للمرحلة على الوصلها يا جماعة دي. وان احنا بنستعرض في اسواق بالخلا والنفاق والكذب والخديعة والاستهبال السياسي اللي بيمارسوه النشطاء ديل وعملاء المنظمات ديل، ممكن كثير من المشاهد يهو قدامنا. يعني مشهد الكهرباء، قطاع الكهرباء يا اخوانا، قطاع الكهرباء ده الهيئة القومية او الشركة السودانية للكهرباء، دي شركة على مستوى عندها امكانيات مهولة، كان بتقدم خدمات احترافية على درجة عالية، خدمات معقولة، أسعارها معقولة، عندها المدعوم لأي بيت 200 كيلو ب 30 جنيه 33 جنيه، الفقير على الجعان على غيره بيقدر يشتريها بمزاج جدا، بتكفيه 200 كيلو، نازل الآن رفعوا عليه الكيلو من يعني ارتفع لأكثر من 200 جنيه، من 30 جنيه لأكثر من 200 جنيه، بس كده دقة واحدة. قطاع الكهرباء كان من أحسن القطاعات، دخلوا فوق الأحزاب، الدولة ناس حزب البحث، ناس محمد وداعة، وجاء معه مجموعة من البحثيين والناصريين وما بعرف شنو، ملوا قطاع الكهرباء كله مجموعة بتاعت عطالة تعين أحزاب سياسية، بيقوا قاعدين في القطاع الحساس والمهم والحيوي والاستراتيجي ده، دمروه تماما، مجموعة من العطالة ما عندهم أي صفة، ما عندهم صفة ولا موظفين في دولة، دخلوا قطاع الكهرباء ده وانتهوا منه خربوا. دي صورة لجلسة كان فيها ناس محمد ناجي العصام، اسماعيل التاج والمجموعة دي، وايام السواقة بالخلا، ومشوا قطاع الكهرباء وقعدوا مع العاملين ودايرين نحل لكم مشاكلكم، وقاعدين في الواطة في الجنينة برا بتاعت الكهرباء الهيئة القومية، وقاعدين في الواطة متفرجخين، وان هم دايرين يحلوا مشاكل الكهرباء وينصفوا الناس. وصلنا لوين؟ وصلنا لانه الموظفين الكهرباء ما لاقين مرتباتهم، في انه الكهرباء بتطلب سلفية من وزارة الطاقة عشان تقدر تسدد بها اموال المرتبات العاملين، انه الكهرباء تصل لاستدانة، يعني استدانة الهيئة القومية للكهرباء اللي كانت غنية جدا قبل ما يجي الفشل الليل، بقت بتستدين عشان تمشي امورها. يعني القطاع ده انهار، والدليل على انهياره انه زيادة الان 600% في الخدمة، في الوقت اللي كان ديل بيرفضوا السعر القديم وبيقولوا انه ده غالي وانه في تجاوز للناس وانه في يعني في ظلم للناس. ده الوضع، قطاع الكهرباء النازل نتيجة للفشل وللخداع وللتناقض وللكذب، وصلنا للمرحلة دي من الفشل الكبير، ودي الصورة واضحة ودي المشاهد قدامكم، وده الواقع احنا بنعيش يوميا، دي حياتنا كده الآن كسودانيين مع هؤلاء. فاصل قصير ونواصل. مرحبا بكم من جديد، ومواصلة لمسيرة الكذب والخداع اللي بيمارسوه المجموعة الحاكمة الآن والمسيطرة على البلد وعلى مفاصل البلد، واللي وصلت البلد لهذه المرحلة الخطيرة من الـ من الـ من البؤس والفقر والحاجة وضعف الإمكانيات والانهيار الشامل، يمكن يعني تبع اللي بيمارسوا ناس خالد السليك ولا ناس اسماعيل التاج ولا كل المجموعه المتسلطه، ناس محمد ضياء الدين، ساطع الحاج، كل الافعال اللي جات من هؤلاء الناس يمكن تبع لها. يعني اكثر شخصين يعني ركبوا يعني الموجه واستلوا سيوفهم في الساحه هو ويدي صالح، عضو حزب البعث، وصلاح مناع عضو حزب الأمة، اللي هم جوا في لجنة إزالة التمكين ما تسمى بلجنة إزالة التمكين، وبدأوا في الناس تصفية حسابات ومشاهد كوميدية إعلامية وضياع للوقت وللزمن، سنة كاملة هم بيطلعوا في مؤتمرات وقبضنا، ونحن شايفين الوضع ماشي كيف، غير إنهم أصلا متهمين بالفساد. يعني هؤلاء الناس متهمين بالفساد، يعني صلاح مناع ده متهم بفساد، فساد كبير جدا في ملفات كثيره جدا جدا، ملفات من ضمنها انه هو اصلا كان متعاون مع النظام السابق، وكان عنده تعاون قديم جدا مع النظام السابق، عنده شركات، عنده مصالح في الخرطوم شغاله ومتطوره وماشيه في زياده. يعني هم ما مؤهلين عشان يجوا يتكلموا عن الفقراء ولا البسطاء ولا الناس اصحاب الدخل المحدود اللي بيعانوا.
يعني على سبيل المثال صلاح مناع هو كان شريك صلاح غوش. صلاح مناع هو شريك لصلاح غوش في شغل في الإمارات وفي شغل في الخرطوم، عنده مطاعم عنده استثمارات، يعني هو رجل فاسد فاسد، والرجل عنده يعني هو رجل ضالع في الأعمال وفي المال، وهو أصلا عليه شبهات، بيجي بيتكلم عن الحرب على الفاسدين. ما هو صعب إنه يجي فاسد يتكلم عن الفاسدين. وجدي صالح ده طبعا برضو رجل يعني هو جاي من خلفية سياسية وفي خلفية تميل إلى الحقد يعني، وهو رجل أيضا عليه كثير من الشبهات. الكلام ده ما قلته أنا، الكلام ده قال نزول منهم، يعني نادر العبيد في تسجيلاته وتسريباته والكلام اللي كل يوم طالع للناس وبيعرض في الحاجات، يمكن كشف النازل كشف شديد فسادهم وسرقتهم وتفاهتهم. يعني كل اللجنة اللي اسمها لجنة ذات التمكين قدر شنو هم قاعدين في الفنادق وشالوا الأموال وشالوا القروش والعربات وعوسوا فيها فساد، يعني مسألة فضيحة اطلعت من نادر العبيد ضد النازل. لما خلاص القصة يعني القصة خربت وباظت والأمور انتهت، وفي جبهة ثورية جات، في حكومة جديدة حتتشكل، وفي محكمة دستورية حتقوم، والحياة قد تعود إلى وضع طبيعي بشكل أفضل قليلا في الفترة القادمة، الإحباط في اللحظة دب وسط الفاسد صلاح مناع والعاطل وجد صالح، وبدوا يعبروا عن نفسهم كيف، وهم زعلانين كيف، وهم حزينين كيف، وهم بيفقدوا في الأضواء وبيفقدوا في الحمول الأخلاقية اللي كان بيدعوها في فترة سابقة. يعني صلاح مناع طلع للناس أمس في حديث إعلامي كده بتعزول، خلاص مودع بائس حزين زعلان لأنه حس خلاص هو ينهزم. وطبعا صلاح مناع ده كان لشدة ما إنه السودان ده انحط انحطاط شديد، صلاح مناع ده كان بيركب في عربات الحكومة، الرجل ما عنده أي صفة حكومية، ما عنده أي صفة، قاعد في عامل له مكتب في المجلس التشريعي ولاية الخرطوم، مكتب كبير ضخم وحرس وخدم وحشم وناس حوله وغيره وقاعدين وعربات كأنه رئيس جمهورية، وهو رجل عاطل ما عنده أي وظيفة ولا عنده أي صفة غير أنه رجل يعني رجل متصلبت بس. صلاح مناع ده وصلت به والجرأة وصلت التفاهة بالوضع في السودان أنه بيركب في عربات فيها عربية بتاع الجيش، عربية دعم سريع، عربية الشرطة، ويمشي داهم المغرات ويقبض في السياسيين. لو جو سألوه قال لي انت صفتك شنو انا ما عارف حيقول شنو، ولو سألوا المتابعين ديل من قوات النظامية انتوا ماشيين مع الزول ده بصفته شنو بتقبضوا في الناس وتداهموا في المغار، ماشيين معه بيضو صفة انتوا ما قريتوا قانون، انتوا ما مارستوا قانون، انتوا ما عارفين انه القانون ده بيطبقوا ناس معينين، بيطبقوا النظاميين، بيطبقوا النيابة، بيطبقوا القضائية، تتابعوا لكم زول ملكي زول ما عنده اي صفه رسميه وماشي يقبض في الناس ويداهم ويتكلم للاعلام. دي الفوضى ودي المرحله اللي وصل لها السودان في الفتره السابقه، يعني استغلال للسلطه بالدرجه بعيده جدا جدا. الان انعكست الايه، عشان كده الناس محبطين شديد، الناس متالمين شديد، الناس تعبانين شديد وما عارفين انه يقولوا شنو، عشان كده بيصدر منهم هذه الاقوال العجيبه او اللي بتعبر عن حالتهم النفسيه اللي هم بيعيشوها الان. يعني صلاح مناع عايز يتكلم بيقول انه بدا يهاجم في الناس، قال الاجهزه الامنيه فشلت في تنفيذ اوامر القبض، والنيابه العامه فشلت في تقديم رموز النظام السابق للمحاكمه، وتاسيس جهاز الامن الداخلي سيكون صمام امان للمرحله الانتقاليه. يعني هو جاء هاجم منه، هاجم النيابه والاجهزه الامنيه كلها اللي كان بيسوقها، هو بيسوق عربات يمشي يقبض بها الناس، والنيابة اللي هو قال مشيت للنائب العام شربت كوباية شاي في 5 دقائق وشطبنا البلاغ ومركته، ده النائب العام اللي كان عم بيقول عنه كده سي بينبس فوقه أو بيسئله، إنه هم ما قدروا يأسسوا يعني أو ما قدروا يحقنوا رموز النظام السابق اللي هم قاعدين في سجون. يعني ما تحكمون في وسائلكم، ما تحكمون هم عندكم، قدموا لهم محاكمات حكمون في ذول محاماكم. يعني وبقول شنو، إنه تأسيس جهاز الأمن الداخلي، طبعا دي شنو دي الورق اللي كان بيلعبوا بها، يعني يضغطوا انه داري أسسوا أمن داخلي، وانه أمن يعني تابع لقحط، يعني باختصار يعني أمن تابع لقوى الحرية والتغيير، ما أمن للسودان، ينفذون حاجاتهم زي جهاز الأمن السابق ذاك، وذاك الأخير كان فيه مؤسسية ومهنية شوية يعني، لكن ده جهاز أمني بتاعهم زي ما زمان هو عبد الله سليمان المقدم اسمه عبد الله سليمان وصلاح مناع، ودي يركبوا العربات يمشوا يقبضوا فلان ويجوا لده في بيته ويداهموا ده براهم، ما في جزول، ما في قانون، لا في محكمة دستورية، لا في سلطة قضائية، نيابة تمشي النائب العام بتلقاه أسوأ منهم،
سياسي أسوأ منه. يعني ده الوضع الكان كده. فهم الآن لما بدوا يشعروا إنه الأمور بدت تبعد منهم والأمور بدت تنتهي، يهو بيجوا يعبروا عن نفسهم بالطريقة بتاعت الإحباط دي اللي عبر عنها صلاح مناع، لأنه شعر إنه خلاص دوره انتهى، مسرحيته انتهت. الآخر الصديق اللي دود لصلاح مناع اللي بتتابعه سوا وبيظبط أمورهم سوا وبيعمل الحاجات دي كلها سوا، اللي هو منه وجد صالح. وجد صالح برضو مرق بتصريح يعبر عن حالته النفسية السيئة جدا اللي بيعيشها. والكلام ده كان على الرد على السكرتير بتاع مجلس السيادة. السكرتير مجلس السيادة كان جو مجموعة من أهل ومناصرين وأصدقاء رجل الأعمال فضل محمد خير، وهو لجنتهم دي صادرت حاجاته يعني بدون قضاء بدون قانون، بس صادرت حاجاته بمزاجهم يعني كده. فجات جو مجموعة من أهله من منطقته من ناس وكده بيطالبوا به بالعدالة يعني، ومشوا القصر الجمهوري ليقدموا مذكرة وكده يعني. طلع لهم سكرتير مجلس السيادة واستلم المذكرة ويتكلم معاهم يعني. مجلس السيادة خرج ببيان وقال انه يعني الحديث الادلى به السكرتير ده بيمثله هو يعني، احنا ما بمثل، احنا طلبنا منه يستلم المذكرة باعتبار انه ده من حق الناس الجوديل يعني، حقهم علينا انه يستلم مذكرتهم. وهو بيقول وحتى السكرتير ما قال حاجة يعني، قال احنا ما حنقبل باي حاجة غير انه يتنفذ القانون، الدار يقلع حاجة يقلع بالقانون ما بالبلطجة والعصبجية الشغالين بها ناس ويد صالح وناس صلاح منها. طوالي ويد صالح رده على منو؟ على سكرت على اللواء اللي هو يعني اللواء أمير يوسف اللي هو اللواء اللي هو سكرتير لمجلس السيادة، وبيقول شنو طوالي بس يعني أبسط كلمة عنده عشان يستعطف بها الناس. الثورة ما زالت تعاني من تسلط بغايا النظام البائد داخل مؤسسات السلطة، بينما يعاني الشعب من شظف الحياة. ده جزء من اللي قاله ويد صالح تعليقا على منو؟ على حديث سكرتير مجلس السيادة. يعني هو رافض انه سكرتير مجلس السيادة مش قابل اهل مواطن او اصدقاء مواطن او مناصرين لمواطن، بيقول لهم انه اخوان احنا حنطبق لكم القانون، بس الكلام ده فوق حاجة كعبة. طوالي مرق ويد صالح وقال انه الثورة لسه بتعاني لانه ده موجودين ودي بقايا النظام السابق، والشعب بيعاني من شظف العيش. الشعب بيعاني من شظف العيش دي يقولها لمنه هسه؟ ما بقولها لك انت الكل يوم احنا قبضنا مليار دولار وقبضنا 2 مليار دولار، وانت طلعت قلت نحن الان حندخل 18 مليار دولار سنويا في السودان واحتياجنا 11 مليار، وحنجدع 7 مليار في الصرافات لشهر العسل وللمسافر وللماشي. الكلام اللي قلته انت ده، انت قلت كده وجيت مسكت لجنة ازالة التمكين ووريت الشعب شظف العيش الحقيقي، وجاي تقول انه شظف العيش من النظام السابق ولا من مجلس السيادة. ما ده انتوا جوحتوا الناس، انتوا اللي عذبتوا الناس، وانتوا اللي فشلتوا، وانتوا المصرين انكم تكونوا لسه قاعدين. حاجة دي مواقف مختلفة، ليست كل المواقف الموجودة لهؤلاء، بل جزء من مواقف للتناقض وللفشل وللفساد وللمواقف المختلفة والمتغيرة للذين يحكمون السودان الآن. شفناها كيف، والنتيجة قدام الناس واضحة، ما بتحتاج لكثير شرح أو كثير تحليل أو عرض. الناس عايشة ومتعايشة مع الواقع، وديل الفاشلين اللي هم وصلوا البلد لهذه المرحلة. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى هذا اللقاء، إلى نهاية هذا اللقاء. حتى جديد الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.